כמו בפחתי חמסון האלף ואטפלי זמניה טון ותעשיעהם סייעתי בעד הסייף فهل تغضب سجل انا عربي انا عربي وامل معرفتي كتفي في محجر واطفالي ثمانيه اسل لهم رغيف الخبز والاكل أرسل الصدقات في بابك ولا أصبر أمام بلاط أعتابك عربي صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب وقبل تفتح الحقب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب أنا عربي سجل أنا عربي وكفي صلبة كالصخر تهمش من يلامسها وعنواني أنا من قرية عزباء أمنسية شوارعها بلا أسماء وكل رجالها بالحقل والمحجر فهل تغضب تشل أنا عربي ولدت كروم أجدادي وأرضا كنت أفرحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا سوى هذا الصخور فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل إلى أن سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد ولكني إذا ما شعت آكل لحم مغتصبين حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي أنا عربي